الأخ الرئيس في بداية انعقاد الدور الأول للمجلس تم الاتفاق بين النواب على تشكيل لجنة تنسيقية من 9 نواب للتفاوض مع الحكومة في غرار قوانين متفق عليها بين جميع النواب، واتفقنا بيعني وضع خارطة طريق منظمة في وقت وتاريخ محدد. وبالنسبة لقانون رد الاعتبار تم الاتفاق عليه انه يكون في جلسة 12/12، وهذا القانون الجميع النواب الخمسين كلهم موافقين عليه. نتمنى من الاخوان اللي كانوا اهم اصلا من الاساس اهم فوضين اللجنة التنسيقية اللي من 9 نواب انهم يحترمون يعني ما اتفقنا عليه، وحنا نعلم مدى الاحراج او مدى الضغط اللي يعني يواجهونه من الناخبين ومن يعني اهل الدائرة ومن نفسهم اللي يبغى رد الاعتبار. حنا كلنا متفقين معاهم، حنا كلنا وياهم، ونتمنى سحب يعني هذا الطلب وتأجيله لأن يوم 12/12 راح نوافق على هذا القانون، وهم ناس يستحقون رد الاعتبار والكل معاهم، 50 نائب كلهم متفقين على هذا الشيء. شكرا لأخ الرئيس.